رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا Thank you.
ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات لا لا تبديل لكلمات الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لا تبديل لكلمات الله. سبحان الله. ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله شادي أكبر الأمر.
اللهم آمين قرآن پاک دا پڑھنا سامعین دا سننا سروا سے ذریعہ نجات بنا اللهم آمين بالخصوص ساری پاک کلام دا ثواب صاحب مزار تے روح کوئی سارے ثواب کرنے اللہ آپ نے درجات اندر بلندیاں عطا فرما سزا دا سایہ فارے وسیلے پہ کن اور دم فرما اللهم آمين ان آستانے کو اللہ صبح قیامت تک آباد اور شاد فرما اللهم آمين سید قدیر حسین سے محبوب سید اللہ ان دا سایہ اس سب سے کن اور دم فرما ان آستانے کو آباد فرما حضور کی بلا سید مرید حسین شاہ صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ انہ دا فیض جاری و ساری فرما یا اللہ سا سارے کو اولیاء اللہ دی سچی و پکی محمد دا فرما سب دی حالت اپنے باب جاتے ہیں قبول فرما اسا ساری واسطے ولی کامل دی درگاہ دے اندر حاضری قبول فرما کے اسا سارے واسطے اللہ ذریعہ نجات بنا اللهم آمين.